السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخباركم عاملين ايه؟ رجعت لكم النهاردة بفيديو جديد، والنهاردة هوريكم ازاي لو عايزة تعملي خلطة فيجيتار تكون سهلة بالطريقة ديت، تقدر انت تستخدميها في تتبيل البانيه او تتبيل البوفتيك، تقدر انت تستخدميها في اي حاجة حتى في الكفتة. طريقتها سهلة، هوريكم ازاي كمان ان احنا نطحن السمون او الفين اللي احنا هنستخدمه فيه بدون كبة ولا مطحن توابل ولا اي حاجة، نطحنه بطريقة سهلة. وهوريكم كمان المكون السري اللي هيخلي خلطة الفيجيتار اللي عندنا دي تكون طعمها حلو وليها كمان ريحة احلى. فانتوا لو عايزة تعرفي كل الحاجات دي تابعي معنا الفيديو عشان نشوف الوصفة عملناها ازاي والحاجات دي امتى. اول حاجة عندي هنا الفينة او السمون ايا كان اسمه عندكم، او حتى خبز البرجر لما بيفيض عندي من الغداء او من الفطار او العشاء بروح حطها في الفريزر، ولما يجمع عندي كمية بطلعها من الفريزر بفردها على صينية وبعدين بروح مدخلها الفرن شوية عشان تتحمص. وتاني خطوة عشان نطحنه، يا اما انت بتطحنيه في مطحنة التوابل او الكبة، بندق شوية بعدين بتروح حطها في المطحنة، يا اما مطحنة التوابل او الكبة، او لو ما عندكيش اي واحده منهم بنطحنه هنا في بنبشره في المبشره مكان ما بنبشر الثوم، هنا بيطلع معانا ناعم وانا هعملها قدامكم. شايفين بيطلع معانا ناعم ازاي؟ هنعمله بالطريقه ديت، يا اما باي طريقه، يا اما بالمبشره او بالمطحنه التوابل او بالكبه لغايه ما يطلع معانا كده. وبعد ما بتبشريه في المبشر بيطلع معاكي ناعم جدا زي ما انت شايفها بالطريقه ديت. وبعد ما بتخلصي خلاص بتروحي ممشيه في المصفى علشان لو في اي قشوره او اي حاجه ناشفه زي ديت مثلا يروح مطلعها منه ويفضل معاكي بس البودره اللي نزلت منه. هعمل باقي السمون اللي عندي وارجع لكم. وكمان المبشره اسرع من مطحنه التوابل او الكبه، لان خبزة الفينة مش بتاخد في ايدي غير 5 ثواني بس، فاحنا هشتغل بيها عامه عشان تكون اسرع وارجع لكم لما اخلص. وعندي هنا بعد ما طحنت كمية السمون اللي عندي زي ما انتوا شايفين اديتني كمية كبيرة والكمية مكفية جدا. دلوقتي بقى انتقل على مرحلة البهارات اللي عندنا. هستخدم عندي بهارات صحيحة وبهارات مطحونة، لان البهارات الصحيحة اللي انا هضيفها دي انا عايزة اديها شوية تحميص عشان تدينا شوية ريحة اكتر، لان البهارات لما بتتحمص بتدي ريحة اكتر. من البهارات الصحيه اللي احنا هنستخدمها عندنا هنا 5 ورقات ورق لورا، وطبعا البهارات دي لو عندك منها مطحون ضيفي، لكن المحمص بيدي ريحه احلى. زي ما قلنا عندنا 5 ورقات من ورق اللورا، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره فلفل اسود، وعندنا هنا معلقه كبيره كمون، وعندنا هنا معلقه صغيره زعتر او اوريجانو، وعندنا هنا 10 حبات هيل و10 حبات قرنفل. وطبعا الزعتر او الاوريجانو ده لو مش متوفر عندك، يعني اي واحد منهم لو مش متوفرين عندك الاثنين عادي مش لازم تضيف. والمكون السري اللي احنا هنضيفه مش هتلاقيه عند اي حد غيري، هنضيف معلقه كبيره من سمسم المحمص هتدي ريحه حلوه لخلطه الفيجيتار بتاعنا. ودلوقتي هدي طبق البهارات اللي معايا ده تحميصه خفيفه ونشوف بقى البهارات الثانيه. عندي هنا معلقه كبيره كاري، معلقه كبيره بصل بودر، معلقه كبيره توم بودر، معلقه كبيره جنزبيل بودر، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره كركم، ومعلقه صغيره بهارات فراخ. واحنا طبعا لو انت عايزه الخلطه بتاعتك تكون سبايسي او حراقه بتضيفي لها الشطه المجروشه او الشطه البودر عادي، يا اما انا بحب ان انا اخليها عادي وبعدين وقت ما احتاج ان انا اخليها سبايسي او حراقه بضيف وقتها، لكن عامه بخليها عادي كده من غير اي شطه. وهنا رجعت لكم بعد ما خلاص خدت البهارات الصحيحه عندي وحمصتها على النار شويه وبعدين طحنتها، هنحطها على السمون اللي احنا طحناه او الفينو اللي احنا طحناه، وبعدين هنحط التوابل اللي عندنا وهنضيف عليهم كمان. عندي هنا معلقتين كبار دقيق ومعلقتين كبار نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، وعندي هنا ملح، وعندي هنا الملح اللي هو المعزز النكهه او معزز الطعام، ده اكيد بيضيفوه للخلطه، لكن لو هو مش متوفر عندك انت ممكن تضيفي 4 اكياس ماجي اللي هي مرقه الدجاج لكن تكون مطحونه، ولو مش حابه لا ده ولا ده اللي يريحك عادي مش شرط ان انت تضيفيهم، لكن هم اكيد بيضيفوه للوصفه يعني للخلطه. وبعدين هقلب كل الحاجات اللي عندي هنا عشان تكون معانا الخلطه جاهزه. وهنا بقى
بعد ما خلصنا الفيجيتار وعملناه اهوت بقى جاهز، نروح بقى لطريقه حفظه. لو انت المطبخ عندك برد بتحطيه في برطمانات وتخليه في المطبخ عادي مش بيجرى له اي حاجه، يا اما انت لو المطبخ عندك حر زي عندنا احنا في دول الخليج دخلنا في الحر والمطبخ بقى حر دلوقتي بنعمله في برطمانات وندخل الثلاجه، يا اما انت لو عامله كميه كبيره كده ومطبخ حر برده بتحطي على قدك في برطمان وتدخليه الثلاجه والباقي بحطه في كيس فريزر وندخله على الفريزر، هو بيفضل نفسه ما بيتغيرش شكله بيفضل نفسه، لكن الفرق ان ملمسه بيبقى بارد. وكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وريتكم النهارده ازاي نعمل خلطه الفيجيتار بالسمون او الفينو اي كان متوفر عندكم، عملناها بطريقه سهله وكمان مكوناتها كانت سهله وبسيطه. اتمنى الطريقه دي تكون عجبتكم، لما تجربوها قلنا النتيجه وعجبتكم ولا لا. ما تنسوش تابعونا على القناه وتحطوا لنا لايك على الفيديو وتشيروا مع كل اللي تعرفوه مع احبابكم واصحابكم. مع السلامه.